راديو الأهرام يقدم ورا كل جريمة حكاية وتفاصيل كتيرة وأسرار هنكشفها كلها في اسمع الحادثة مع سميرة علي عياد. أهلا بكم مستمعي راديو الأهرام في حلقة جديدة من برنامج اسمع الحادثة. المتابع والمتأمل لمشهد الجريمة في مصر هيجد أن عدد لا بأس به من الجرائم بيتم ارتكابها تحت وطأة الاستسلام للإنفعال والغضب الشديد، وهنا بيتحول رد فعل الشخص من محاولة استيعاب موقف ما بيواجهه بشيء من التعقل والتروي إلى ارتكاب جريمة بتتسم بعنف كبير نتيجة استسلامه للحظة الغضب اللي بيمر بيها، وفي قصتنا الجاية مثل على ذلك. انتقاما لطلاقها، شاب يهاجم أسرة طليق شقيقته بالسلاح الآلي. دارت وقائع قصتنا في منطقة كرداسة عندما تصاعدت الخلافات الزوجية بين عامل وفتاة، وكل ما كانت أسرتهم بتحاول أنها تتدخل للإصلاح ما بينهم كانت بتزداد الخلافات أكتر وأكتر، وفرضت الطلاق نفسه كحل نهائي وأخير بين الاتنين، خاصة بعد ما بان أن دي رغبة الزوج وانه ما عندوش اراده انه يكمل حياته الزوجيه. ومع حدوث الطلاق، ودي حاجه من الحاجات طبعا اللي احنا عارفين ان هي منتشره في مجتمعنا، بيحصل نوع من انواع تبادل الاتهامات والمشاحنات والتلاسن والافعال المسيئه اللي بتسيب ضغائن بين الطرفين، وده حصل بين الاسرتين، خاصه اسره الزوجه واخوها تحديدا. شاب في اوائل الثلاثينات من عمره لم يتقبل فكره طلاق اخته وشاف ان هي ما خدتش حقها، وفي نفس الوقت تعامل مع فكرة طلاقها على إنها عار نظرا لنظرة المجتمع المحيطة اللي هو حبس تفكيره كله فيها، إزاي الناس هتتعامل معاها، إزاي بالذات المكان اللي هم فيه هيشوفوا يعني وضعها إزاي بعد الطلاق، واستبدت بيه حالة من الانفعال الشديد. ويوم ما راحوا ياخدوا العفش بتاعها من بيت زوجها السابق سيطرت عليه حالة من الانفعال، ظلت طرده كوسواس لحد ما فكر ان هو ينتقم من طليق اخته، وجاب سلاح آلي بالفعل وتوجه اليه في المكان اللي بيشتغل فيه. المكان ده عباره عن محل سباكه طليق اخته بيعمل فيه، وفي نفس الوقت هو ملك اسره هذا الشخص. وفي لحظه خاطفه بدون تفكير اطلق وابل من الاعيره الناريه عليها. شاء القدر ان الشخص اللي هذا الشاب كان بيستهدفه اللي هو طليق اخته ما كانش متواجد، واللي كان موجود كان أخوه اللي تلقى رصاصات الانتقام بدل منه وتوفى في الحال، وتصاب اتنين من الأسرة. والإدراك الشاب طبعا نتيجة فعله وخوفا من رد فعل أهل المجني عليهم، خصوصا الجريمة دي وقعت في منطقة لها طبيعة معينة زي كرداسة، راح وتوجه وسلم نفسه هو للشرطة وتحول لمحكمة الجنايات اللي بعد محاكمته وسمع أقوال الشهود وأقوال المجني عليهم اللي عاشوا، لأن طبعا زي ما احنا عارفين في واحد اتقتل واثنين حصل لهم إصابات لكن يعني تم تداركها بالعلاج، تم معاقبته بالإعدام. وهو الحقيقة أنه بعد سماعه الحكم انتابته حالة من الانهيار والبكاء الشديد، وده طبعا نتيجة طبيعية اللي ودى نفسه فيه نتيجة استسلامه لحظة من الغضب أو الانفعال أنهى حياته بيها وحياة آخرين. قصتنا الثانية، بعد محاولته منعهم من بيع المواد المخدرة أسفل منزله أفقدوا بصره. في منطقة إمبابة عاش بطل قصتنا موظف ورب أسرة كان كل همه أنه يحقق الستر والأمان لبيته، لكنه قابل موقف كتير من الناس قبلوه وبيشتكوا منه خاصة في الفترة الأخيرة، وهو وجود بعض العناصر الإجرامية اللي بتمارس نشاطها الإجرامي علنا في الشارع. ومن المؤسف إن العناصر دي كانت جيرانه، أربعة من الأشقاء كانوا بيبيعوا المخدرات. كان بيتأذى جدا من مشهد تجمع المدمنين حواليهم، لكنه طبعا ما كانش عنده القدرة على مواجهة العناصر الإجرامية دي، لحد ما تطور الأمر واتنقلوا تحت بيته لممارسة نشاطهم الإجرامي ببيع المخدرات للمدمنين. قرر إن هو يواجه الموقف أيا كان التمن وأيا كان رد الفعل، ونزل وطلب منهم إن هم يسيبوا المكان
وان هم يتوقفوا تماما عن اعمالهم الاجراميه دي ببيع المخدرات، لان المشهد ده وتجمع المدمنين فيه خطوره على الشارع وعلى البيت اللي فيه اسر وفيه اطفال وفيه نساء. طبعا المجرمين قبلوا كلامه بسخريه واتخانقوا معاه وهددوه، وسلم هو امره لله وانتهى الشجار على كده، لانه طبعا ما كانش هيقدر ان هو يتواصل انه يخش في جدال اكتر من ذلك مع مجرمين. وكانت المفاجاه في اليوم الثاني ان هم تجمعوا حاملين اسلحه وخرطوش ووقفوا قدام بيت الموظف وفضلوا يطلقوا اعيره ناريه وخرطوش بيحاولوا بيها ان هم يصدروا مشهد ايحائي بسيطرتهم على المكان ويبثوا رساله يروعوا فيها الناس وان هم يقدروا ان هم يعملوا اللي هم عايزينه في المكان. كان الموظف في طريق عودته وداخل لبيته، واول ما شافوه اطلقوا عليه عيار خرطوش في عينه ادى لاصابته بالعمى بنسبه 100%، فقد بصره تماما. طبعا كان وجود السلاح معاهم منع الناس من انها تحاول انها تمسكهم، لكن الشرطه قبضت عليهم واتحولوا لمحكمه الجنايات اللي ادانتهم بالسجن المشدد 15 سنه لكل منهم من الاربعه المجرمين. وطبعا حكم المحكمه، وان كان في رساله لمواجهه البلطجه، لكن مواجهه العناصر الاجراميه دي محتاجه مجهود كبير بالتعاون ما بين الشرطه والمواطنين لتلافي طبعا وتحاشي خطورتهم بعد وجودهم وبكثره في الاونه الاخيره. وبكده تكون انتهت حلقتنا، شكرا لكم، وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله من اسماعيل حدث. ورا كل جريمة حكاية وتفاصيل كتيرة وأسرار هنكشفها كلها في اسمع الحادثة مع سميرة علي عياد.